لم يتمكن فريق دفاع تاجنالت من تجاوز عقبة الضيف نادي بارادو، حيث في تقديري أدى أسوأ مباراة له منذ بداية الموسم. المحليون بدأوا المباراة بقوة، وسنوسي كان قريبا من مباغتة حارس الزوار بهذه الرأسية. بعدها طالب عناصر الدفاع بخطأ داخل منطقة العمليات في هذه اللقطة. ولكون الحظ لم يكن مع الدفاع في بداية اللقاء، فإن كرة حداد الثابتة لم يمنع من دخولها الشباك إلا القائم. بعد تراجع ضغط دفاع تاجنالت أتيحت أول فرصة لنعيجي، تألق الحارس لتيم في صدها. واعتماد الزوار على سرعة الكرات المرتدة استغل الملال إحداها، وبتسديدة قوية يوقع الهدف الأول في المباراة بعد مرور 30 دقيقة من اللعب. وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. في المرحلة الثانية تألق الحارس أسامة لتيم لما أنقذ فريقه من كرات كان وراءها كل من الملالي ونعيجي، كما تألق مساوي في صد هذه الكرة الثابتة. وأمام الأداء الباهت لزملائه وغياب الروح القتالية لدى المجموعة، تحمل الحارس لتيم عبء المقابلة، حيث كانت كل تدخلاته موفقة للحد من خطورة نادي بارادو. تكرار الأخطاء وغياب التركيز كان وراء حصول نادي بارادو على ركلة جزاء نفذها نعيجي بنجاح، إنه الهدف الثاني للزوار. النتيجة صدمت الأنصار فثاروا غضبا على فريقهم، ما أدى إلى توقف اللعب في الوقت البدل الضائع. وعند استئناف اللعب تمكن بالمختار من تقليص الفارق، لكن الوقت لم يكن كافيا لتدارك التأخر في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز نادي بارادو وهزيمة ستعقد كثيرا من وضعية دفاع تاجنالت.